يقول ربنا تبارك وتعالى في منزل التحكيم ولآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ورحم الله القائل إذ يقول: إن كنت ترغب في السعادة والهنا، عايز كنت سعيد وربنا فيك خير فذهبت بك فاقرأ القرآن، فتلاوة القرآن خير عبادتي وبها نخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد حكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا، وهو العلاج لكل قلب متعب، سلم الحياة ولازم الأحزان. استرسل رحمات رب السماء لقارئيه وسامعيه هذا، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعل القرآن الكريم نورا لنا، ونورا لنا يوم القيامة، نورا لنا على الصراط. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أحب أنني أطيل على حضراتكم، وخير مستفتح لهذا الحفل الطيب القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله والذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر عرب، فليتفضل للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا والله عليم حكيم. سيدنا ما
الله أكبر. والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن في لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين له في قلوبكم. تقبل منا منكم حديث. يصلح لك سيدنا. اللهم امين. منور المحافظة كلها. الله يبارك لك. والسن بالله والخص. فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم. عليك. وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. سبحان الله العظيم. تحليك يا أستاذ. عسل يا دكتور. فقاتلوا التي تبغي حتى تفي النبى دعوة حل وحياة سيدك النبى دعوة حل. هديلك بقى عريس. معلش الوجه الله يا اخي جبر الخطر على الله. طيب يا جماعة نقول كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم علي افضل الصلاة وازكى السلام في هذه الحالات السعيدة وندعو للعروسين ونقول كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما. قولوا جميعا اللهم بارك لهما
وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. احنا بندعي لك يا عريس انت ثالث مره. والله والله اللهم بارك لهما. اسمع بس اسمع. وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. احنا اللي بندعي على دماغه وعلى راسه على دماغي من السعيد اللي انا شفتك والله. الله يجبر بخاطرك ويحفظك يا دكتور. مالكش بركه لوالديك. الحاج والدك ووالدتك ما على دماغ على دماغه وعلى راسه. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين واتقوا الله عليك يا استاذ. واتقوا الله 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 اكبر. اذكر الله. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا ترحمون. يا فن والله العظيم يا دكتور عبد الناصر قسما بعز جلالة الله انت فلت لن تتكرر حتى ان يرث الله الارض ومن عليها. والله فلت لن تتكرر حتى ان يرث الله الارض ومن عليها. قول يا استاذ. واتقوا الله لعلكم ترحمون. عليك يا استاذ. يا يسخر قوم من قوم عسى. سيدنا الله أكبر يا دكتور. عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحان الله العظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من
ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ زي الصحة. يا مرحبا يا دي النور، يا دي النور، يا دي النور. مرحبا يا سيدي. مرحبا حبيبي. الله يسلمك. الله يسلمك. يا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم والله 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 الذي لا إله غيره. أي قارئ على دماغي إلا الدكتور عبد الناصر حرق في قلبي. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل خبير. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وعليك يا سيدي، وعليك يا سيدي. لا 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 حبيبي، ما ينفعش كده. فتح الله لك. وإن تطيعوا
دكتور يا اخي والله الله إليه تعدمني يا اخي الله اقول لك يا اخي اكتر من كده يا اخي يا اخي قسما بالله انت استاذ الوقف والابتداء انت حصان العصر انت حصان العصر الدكتور احمد مصطفى كامل قال لك الدكتور عبد الناصر حرق نمبر 1 الدكتور طه عبد الوهاب كان محمد الباز بيساله بيقول له مين القارئ اللي بيعجبك قال له الدكتور عبد الناصر حرق نمبر 1 والله انت نمبر 1 يا اخي والله انت نمبر 1 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يا عيني على البيات اللي بعشقوا يا عيني على البياتي قول يابا انت عملت لي انفصام في الشخصيه وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون الذين آمنوا ورسوله ثم لم يرتابوا وحياة سيدك النبي اوعى تصدق دلوقتي وحياة مريم يا اخي وجاهدوا بأموالهم سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صادقين
عليك يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. الله أكبر. محافظ عليك. عليك. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. معلش يا دكتور لما زعلوا كده جبر خلاص كده اللي انا دكتور اللي هي اللي هي. حاضر حاضر حاضر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. الله أكبر. عليك. نعم اللهم صل وسلم وبارك على محمد. العفو يا سيدي. العفو. العفو. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وزينا كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من
الفروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. الله عليك يا دكتور. اللهم صل على النبي. ساعة كده ساعة خلاص كده عم كده. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله.